لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة على الموعد الحلقة الأولى أباه قضيت علي مرة والمنبه يرن بني ده لو على شركة التلفونات يوظفوا أحد يصحيك ساعة كم؟ 8:15 أوه وليش خليتنا راقد الآن؟ بيتأخر أحمد على المدرسة لا تخافش قد صحيته وجهزته للمدرسة شكرا لك يا ابني أنا صراحة أنا مش عارف إيش بسوي بدونك ما عملتش حاجة قم بدل تعال كل معانا تأخرنا اسمع امك اليوم ما تصرش سأل عليكم بدينا قلت حاجة لا اقول لك ما اتصلتش ما شاء الله على ام معاكم اباه لو سمحت كم مرة قلت لك تقول الكلام ده قدام احمد وبعدين امي دكتورة طبيعي تكون مشغولة خاصة مع الأوضاع الصحية الأخيرة وانتشار كورونا ما اختلفناش بس على الأقل كانت تتصل تطمن عليكم هي مطمئنة ان احنا عندك طيب يلا مشينا بابا ضيعي قليل خلصت درايمون انت ما بتشبعش لو تجلس للعشاء يلا لا تأخرنا معنا عمل أبا لو سمحت تعال اليوم بدري مش تتأخر علي مثل كل يوم أجلس أراعي لك بالشارع لوحدي طيب يلا تحركوا بسرعة عشان ما تتأخرش ألو السلام عليكم اتصلت اطمن على العيال أني اتصل لمراد وتليفونه مغلق لو أنك شفت الساعة قبل ما تتصلي كنت عرفتي أنه بالمحاضرة طمني أحمد أكل وشرب الدواء قبل ما يخرج أنت عارفة أنه أحمد ما يحبش الأدوية ومش عارف إذا مراد قابل الدواء وانت واكن على مراد بطن أحمد توقعه المهم اللي الصغير مش حق علاجات عموما اسألي مراد عشان تتأكدي أني مش قادرة استوعب كمية الاستهتار اللي أنت فيه به أني خليت العيال عندك أمانة عشان تنتبه لهم وانت سيبت المسؤولية كلها على مراد المسكين وكأنه خلف ونسى خلاص جيبهم يعيشوا معي انت عارف اني اقدر اتحمل مسؤوليتهم مع شغلي بكل سهولة مراد نفسه عدو جاهل وسنة اولى جامعة ويحتاج ان احنا ننتبه له مش نخلي عليه مسؤولية اخوه كمان طول عمرك ما قصرتش معاهم يا لطيفة وشغلك ما شغلكش على عيالك وانت تقومي بدورك على اكمل وجه لكن انا الصراحة اشتع عيالي معي وبعدين ليش انت مكبرة الموضوع على قليل فيتامينات؟ طيب لما انت عارف اني عمري ما قصرت معاهم وطول عمري واني كنت لهم الاب والام وتحملت مسؤوليتهم كامل وتغاضيت كثير عن اهمالك واستهتارك وعمري ما نقصت عليهم حاجة ليش ما تقوم بدورك كأب وتنتبه لهم؟ انا كنت معاهم بكل طاقتي وحاولت اكون اب واغطي دور الام وفشلت اتحمل مسؤوليتهم هو ده اللي تشي توصلي له ان انا اب فاشل؟ ايوه انا اب فاشل تعبت حاسس ان انا عاجز ومش قادر انجح في حاجه شغلي كله المعتمد على الاستيراد والتصدير توقف
وتعطل بسبب كورونا، والمطارات توقفت، مسؤولية العيال ارهقتني، تعبت معاهم تعبتهم، ومهما قدمت لهم أجلس دائما مقصر. انتبه لأكلهم ولا الملابسهم ولا المذاكرتهم ولا المشاكلهم ولا المشاعرهم. انت السبب. استهتارك ولا مبالاتك هي اللي وصلتنا دي المرحلة. لو كنت شخص مسؤول ما سبت لك البيت وطلبت الطلاق. بالمناسبة ممكن نحدد موعد نتطلق فيه لو سمحت؟ ما تجلسي كده طول عمرك تلومينا وكأنك ملاك وعمرك ما غلط. عموما أنا جاهز للطلاق، ونحدد الموعد في أقرب وقت. طيب وممكن اليوم لو سمحت تجيب لي العيال يزوروني؟ طيب بجيبهم لعندك بعد الغداء. واطلع أنت كمان، اشتي أكلمك بموضوع. طيب لما تكونوا قريبين اتصل فيني. متفقين، مع السلامة. الله معك. أحمد كم لك مراعي؟ أنا راعي لبيك كل يوم، أجلس بالشارع وحدي، كل أصحابي بالمدرسة كلهم أهلين في وقتهم إلا أنا. سهل يا حبيبي، سهل ولا تزعل. أنت عارف النبي مشغول دي الفترة، وبعدين نخلص محاضراتي وجيت لك قري علشان ما تأخرش عليك. يلا قم خليني أرجع للبيت. مراد ليش طفيت الراديو؟ ايش تكلمك في موضوع يا أبا؟ خير في حاجة؟ متى نروح نزور جدي؟ ما بنخلص من الموضوع هذا ولا كيف؟ لا ما بنخلص، وما يجوز تقاطع جدي طول الفترة دي، لازم تراجع نفسك. خلينا نروح ونطمن عليه، أنا وأحمد اشتقنا له. لو كان اشتغلكم كان وافق يخليكم عنده وينتبه لكم، مش يتبرى منكم وكأنكم مش أحفاده. يا أبا هو مش مسؤول عننا، ما يحق لكش انك تعاتبه على مسؤوليتنا، واكيد عنده وجهة نظر، انت بس حاول تفهمه. ما ترجع تقول لي كورونا وخايف انه ينعدي وما يشتيش يخرج من الحظر، هذا كلام مش منطقي. في كل الاحوال لازم تتفاهموا. بنشوف، خلونا نشوف امكم. بتجي معنا؟ ايوه امك تشي تكلمنا بموضوع. سهلا ويا مرحبا، نورتوا قلبي وبيتي. كلنا نورنا ولا احمد بس؟ ادخلوا. اهلا وسهلا. كيفك يا احمد وكيف المدرسه معك؟ مشتيش المدرسه، اشتيك انت يما. يا روحي انت، تعال اوري لك ايش سويت لك. هيا لطيفة، إيش الموضوع اللي كنت تشتينا فيه به؟ أنا أخذت موعد لعمي ولك عشان تأخذوا لقاح كورونا. إيش؟ ومن قالك إن أنا بأخذ اللقاح؟ وحتى أبي مستحيل يوافق. ومن قالك إني بأخذ رأيك أصلاً؟ لا تنسى إنه عمي وبمقام أبي مثل ما هو أبوك، وبعدين أنا أخذته واتطمنت على نفسي، وشتيكم تأخذوه واتطمن عليكم. وحتى ولو أنا مشتيش أغامر وأعرض نفسي أو أبي للخطر. بتعرض نفسك للخطر إذا ما أخذت اللقاح. لا يعني لا. لا تعاند في صحتك وحياتك، اللقاح مش مقرب وما حد عارف إيش أعراضه على المدى البعيد، وكمان يقولوا إنه يجيب أعراض جانبية خطيرة. العالم كله أخذوا اللقاح وما حصل لهم حاجة، الأهم إن اللقاح آمن 100%، وأعراضه الجانبية بسيطة ومحتملة جدا، وتختلف من واحد للتاني. في أشخاص ما بيحسوا بحاجة حتى. عمي لازم ياخذ اللقاح عشان يقدر يعيش ويمارس حياته بشكل طبيعي. قلت لك أنا بنفسي أخذت اللقاح وما حصل لي حاجة، وما كان في أي أعراض جانبية ولا أي شيء خطير على صحتي. لو كنت أنت شخص مستهتر وما تفرق معك صحتك فخلي عمي في حاله، ولازم ياخذ الجرعة خاصة أنه كبير بالسن. يعني عناد هو؟ لا، الموضوع حياة أو موت. ذكرت معي موعد. يا مراد مراد احمد، انا بنتظركم بالسياره، هيا لا تاخروش.
هلا أباه أباه الحقني، أحمد اختفى. إيش تقول؟ كيف اختفى؟ فين هو؟ رحت أجيبه من المدرسة ما لقيتوش، وسألت عليه قالوا جا واحد أخده، وأنا الصراحة خفت جدا لما ذكرت إنك مشغول اليوم، مستحيل تقدر تجي تاخده. أمك؟ شوف أمك يمكن. يا بنت اتصلت لي وسألته، قالت مش عنده. يمكن 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 جدك قاعد ياخذه. يا ابا بشوف جدي، حتى جدي اتصلت له وسألته قال مش عنده. فين بيروح؟ مش داري. معقوله يعني يكون انخطف او ضاع؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمر الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التتر كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.